السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي الدكتور خالد مسعد الجهني، استشاري قلب وقسطرة من جامعة الملك سعود بالرياض. أتشرف وأشعر بالفخر بانضمامي لهذه الحملة المنظمة من منظمة البلسم العالمية، والتعاون والإشراف مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية والإغاثية وشركة ميترونيك. الهدف من هذه الحملة هو مساعدة الأطباء المتواجدين في مركز القسطرة في مستشفى كينياتا في كينيا، لدعمهم في عمل عمليات معقدة وعمليات الانسدادات المزمنة، وكما ذلك عمليات تصليح الصمامات كعمليات توسيع الصمامات بالبلونة وتركيب أو تغيير الصمام بالقسطرة تابي. والحمد لله إلى الآن الحملة في يومها الثالث أو الرابع، والحمد لله عملنا عدد كبير من المرضى والعمليات المعقدة الانسدادات المزمنة التي تم تحويلها من جميع أنحاء كينيا. وجزء كبير لا يتجزأ من هذه الحملة اللي هو تعليم والتثقيف وتدريب الطاقم الطبي. أنا والدكتور رياض تم إلقاء أكثر من محاضرة وتعليمهم عن أساسيات القسطرة وأساسيات الدخول في تقنيات معينة في القسطرة لمساعدتهم في المستقبل للاستمرار ولمساعدة ديمومة الفائدة التي قد تصل لهم إن شاء الله في المستقبل للحالات، وبالتوفيق إن شاء الله.